بما أنه نحن في ضيف ثقافة، فممكن هيك أن تطلعين أو تسلطين الضوء على يعني في المجال الثقافي كيف يتم التعامل مع هؤلاء الشباب؟ هو المجال الثقافي حاليا ولا مجال واسع؟ نعم. يعني الثقافة ما كتقتصرش غير على الرسم أو على الرقص أو على الموسيقى، هي هو ولات إندستري والشباب صناعة، يعني صناعة بكل ما في الكلمة من معنى، بكل ما في كلمة من معنى. وهذه حاجة يمكننا نبنيو عليها، باش أننا نقولوا منها أفق أو فرص شغل أيضا لهذا الشباب، لأن من الأمور الجوهرية أو المهمة في منطقتنا هو الشباب العاطل، أن الشباب خاص أو كل الرؤوس المفكرة للأسف والشابة انتقلت من الحوض الجنوبي كي تصل الآن إلى الحوض الشمالي، مثلا هنا في فرنسا، لن أقول في ألمانيا لأنه لا تطل على المتوسط، ولكن يعني هناك هجرات كثيرة بعد كل ما حدث في عالمنا العربي من حروب، وحتى يقال بأنه الطرف الجنوبي هو مصدر للإرهاب هنا في أوروبا بالحوض المتوسط إلى الحوض المتوسط الشمالي. فما رأيك أنت في هذه يعني هالكليشي هذا؟ هو لو كان الحوض الجنوبي مصدر للإرهاب ما كانش غتكون عقول أو يعني كل ما هم فنانين شباب أو يعني مبادرة شبابية جد قوية أنها تعرف بنفسها من الجنوب وتمشي للشمال، وعندنا أمثلة كثيرة اللي كتبرهن على هذا. هو هذه فكرة خاطئة كثيرا، ومن المجهودات اللي يعني احنا كنحاولوا نسعوا ليها هو اننا نقربوا ايضا هذا الفكره البديله او صنع كل ما كنسميه البوزيتيف اجندا، باش ان الناس الاجنده الايجابيه، لان الاجنده الايجابيه الكل عنده طرف فيها، كان من الجنوب او من الشمال، وايضا الجنوب من اجل الشمال، ليس دائما ان الجنوب يخضع لسياسه الشمال، هذه فكره خاطئه ايضا، ولكنه في خدمه الشمال. طبعا انت مريم الهلالي المهتمه بشؤون الشباب داخل الامانه العامه لاتحاد المتوسط، خارج الهواء ذكرتي لي وبان من اهم مهام الاتحاد المتوسطي هو يعني فك المركزيه وجعلها لا مركزيه، فممكن ان تشرحي لنا اكثر هذه الفكره؟ هو فك المركزية إلى لا مركزية دابا كتتم بواحد الطريقة جد سريعة، خصوصا مع لي مويان دو كومونيكاسيون اي لا تكنولوجي مودرن، كل ما هو وسائط تكنولوجية يعني العصرية، التواصل. نعم. والتواصل انتم حاليا ما تقومون به يعني في نطاق الراديو او في كل ما هو ميديا. نعم. والسوشيال ميديا اكثر يعني كتقرب هذه الامور للشباب، للجميع، للمجتمعات، كانوا شباب او غير شباب. ولكن احنا اللي نحاول نقوموا به ايضا هو ان في المقاربه ديالتنا ديال التعاون الاقليمي، ان الفاعلين اللي نتكلموا معهم او اللي نشاركوهم في كل ما هو مبادرات اقليميه انهم ما كيقتصروش على الدول. حلو. هم ايضا فاعلين من المجتمع المدني، فاعلين من الجامعات، يعني المواطن يصبح فاعل بكل ما في الكلمه، لانه فاعل حاليا ماشي غير محلي، يمكن له ينتقل من المحلي الاقليمي الجهوي العالمي. يعني الان مع هذا الانفتاح يعني العالم ليس له حدود، والذي يحصل ان كان في حوض الجنوب ممكن ان ينتقل الى الشمال. يعني والعكس صحيح. طيب برايك انت هل ممكن بالفعل ان يتفق الطرفان والضفتان الجنوبيه والشماليه هيك ويكونوا على نفس السواسيه بالنسبة للثقافة، بما أنه نحن نتحدث عن الثقافة، أو بالنسبة للشباب يلي هو الأمل، أمل كل يعني البلدان؟ هو هذه يعني هدف، كيف قلت في الأول، هدف نبيل وهدف صعب، يعني احنا صعب المنال في المنال، وهذه حاجة مهمة أننا نعرفوها ونعترفوا بها، حتى أننا في الميثودولوجي دو ترافاي أننا نكونوا منهجية العمل نكونوا براغماتيين، وفي البراغماتية هذا شيء يعني كنحاولوا نروجوا ليه ونعملوا به أيضا في وسط الاتحاد من أجل المتوسط ما أمكننا، حتى ما نتكلموش على التوسكي أوتوبيك، يعني كل ما هو خيالي، لأن الخيال أو النوستالجيا أو كل ما هو لا مادي هو ثقافة فيها اللامادية، ولكن أنا كنتكلم على
كيفية الوصول إلى ريزلتا كونكري أو الأهداف أهداف حقيقية. حقيقية ملموسة يعني مضبوطة عند الناس. إذن في العمل مثلا في الاتحاد المتوسط كل كاين طرف كبير يعني كيكون فيه نقاشات سياسية أو إقطاعية أو ولكن البلورة ديال هذه النقاشات إلى أفعال وخا تكون أفعال جد محلية هي جد مهمة. حلو طبعا لأنه ستنتقل هذه الأفعال إلى كل العالم بما أننا نحن في يعني في كون منفتح على نفسه هذه الأيام وليس مغلق. يعني إذا كان في مشكلة في البرازيل هي ستأتي إلى فرنسا لا محالة. Butterfly effect. على كل نحن نأمل لهذا الهدف النبيل الكثير من الصعود الإجلال يعني أن يصل إلى مبغاه. نشكرك مريم الهلالي المهتمة بشؤون الشباب داخل الأمانة العامة لاتحاد المتوسط. شكرا جدا إليك ونأمل أن نلقاك لمرات أخرى في مونتي كارلو الدولية. أتمنى أنكم تهبطوا للجنوب أكثر لأن الجنوب هو نحن على 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 الشط على الشط دائما نصطاد هيك. الجنوب هو حاليا يصدر كثير من الأمور الإيجابية وعنده قابلية أنه يصدر أكثر من الأمور الإيجابية. هذا ما نأمله على كل شكرا لك.